هورايزون قعدنا مع المطورين هو يلعبونه، والآن نعطيكم انطباع سريع تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عادل بجنيد، وقعدنا قبل شوي مع مطورين لعبة هورايزون زيرو دون وهم يلعبونها، اللعبة اللي فاجأتنا في إي 3 السنة الماضية اللي كانت بطلتها بنت شعر أحمر معاها سهام، يعني عارف اللي هو العالم قديم لكن متطور في نفس الوقت، اللي فيه زي ما تقول كائنات آلية تحاول تقتل البشر وأشياء زي كذا. فمن اللي شفناه يعني كان جدا مبشر الخير بالخير، يعني للأسف ما قدرنا نجرب اللعبة لأنه كان في سيشن ثاني غرفة ثانية، لكن للأسف ما كنا معزومين أو أنا ما كنت معزوم، فللأسف أني ما قدرت أجرب اللعبة. لكن اللي شفته من اللعبة من خلف أبواب المقفلة شيء يبشر بالخير، جرافيك اللعبة جدا ممتاز، وضحوا لنا عدة أشياء أنه اللعبة تقدر تلعبها اللعبة من البداية للنهاية كذا ستوري مود بس، وأنك تخلصها ما عندك مشاكل. لكن يقول لك من الأفضل أنك تلعب اللي هي السايد ميشنز أو السايد كويست، بحيث أنك تعرف عن قصة الناس الموجودين. غير كذا أنه في اختيارات في الحوارات، قالوا أنها ما بتأثر، يعني ما بتكون أنه اللعبة فيها أكثر من نهاية، لكنها بتأثر على علاقتك مع الشخصيات. يعني مثلا زي ما وضحوا لكن يمكن مو أكيد 100%، قالوا أنه مثلا في بعض الأحيان أنه في شخصيات في مناطق معينة بتواجهون خطر معين، هذه الشخصية إذا جيت كلمت معها بطريقة ممتازة أنه حتفزع لك، إذا رحت مكان ثاني مثلا لا أنها حتوقف ضدك. فوضحوا أشياء كثيرة، مثلا في أشياء أنك تصير أنك تسوي بالانس، في أشياء تجمعها اسمها الشارت، يقول لك أنك تسوي بالانس بين مثلا أنك هذه الشارت تقدر تسوي منها أسهم عشان تواجه خصومك، ولا مثلا انك تصير تستخدمها كعملة عشان تشتري اشياء، لانه في ناس يشترون اشياء. طبعا وضحوا لنا اشياء كثير، في انه مثلا ما في نوع واحد من انواع السهام، يقول لك في سهام نارية، في سهام ثلجية، يقول لك في خصوم ضعيفين من هذا الشيء، في خصوم اقوى من الشيء الثاني. نفس الشيء بالنسبة للملابس، الملابس بتكون عندك انه مثلا ملابس يقول لك انه بتزوي مناعتك ضد النار مثلا، ومناعتك ضد مثلا نقول اي شيء ثاني ضد السم نقول على سبيل المثال، لكن بتضعف مناعتك ضد الثلج. في لكن يقول لك انه برضو الادوات، انه الأسلحة والدروع انه فيها زي السوكت زي الاشياء، بحيث انك انه اذا كان مثلا ضعيف ضد الثلج انك تقدر تضيف هذا الشيء بحيث انك تقوي دفاعك ضد الثلج. فاللعبة بشكل عام شيء مبشر بالخير، المفروض نشوف في 2017. فمتشوق من اللي انا شفته، يعني اللعبة كجرافيك، القصة ما نقدر نحكم عليها من الان، لكن الشباب اللي جربوا اللعبة وتكلموا عن التحكم قالوا تحكم اللعبة جدا جدا متقن، لدرجة اني انا كنت اتمنى اني اكون موجود في السيشن عشان اجربها. فهذا كان انطباع سريع من اللي شفناه، نحن ما جربنا اللعبة، نحن بس تفرجنا على المطورين هم يلعبونها، بعدين كانت فقرة الاسئلة والاجوبة. فهذا كان انطباع سريع للعبة هورايزون زيرو دون، كان معكم اخوكم عادل بجنيد، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم.